أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا يعرب خير بيك، مراسل سي جي تي إن العربية في سوريا، ومن هنا من دمشق أريد أن أتحدث لكم عن أن عام 2024 هو عام التنين الصيني، والتنين رمز وتوتم صيني معروف منذ أيام عبادة التوتم في الثقافة الشعبية الصينية القديمة، وكان للتنين حراشف وشوارب وقرون، وكان يطير في السماء ويغطس في الماء مسبباً برود الغيوم وهطول المطر، كما أن التنين كان يتواجد في هذه الثقافة كعنصر صيني وثقافة صينية خاصة، إضافة إلى أن قدام الأباطرة الصينيين الكبار كانوا يعرفون وينسبون إلى التنين بقول أنهم أبناء السماء أبناء التنين الحقيقي. وتوجد حتى الآن أجمل الرسومات وأجمل الألوان لهذه المخلوقات على جدران القصور القديمة للأباطرة الصينيين، كما أن الصيني يشعر بفخر ويشعر باعتزاز عند ذكر التنين وعند القول أن ابن التنين أو خليفة التنين يعطي شعوراً بالانتماء لوطنه الأم بالنسبة للصينيين. هذا وما زال هناك الكثير من الحكايات القديمة الجميلة والعبر الأساسية التي تحدثت عن التنين وتحدثت بالكثير من العبر والقصص الخيالية، كما أن هناك الكثير من الحكم والأمثال المرتبطة بهذا التنين. واليوم بمناسبة عام التنين الصيني، ومن هنا من دمشق مدينة الياسمين، هذه العاصمة القديمة، من حمام الورد أحد حمامات دمشق الأثرية المليئة بذركشات دمشق، أرسل لكم أجمل التماني والأمنيات للشعب الصيني بالكثير من الازدهار والنجاح والسلام، وأن تبقى الصين كما عهدتها شعوب العالم رمزاً ونبراساً ومديراً للسلام في العالم، وكل التحية لكم.